ناصر يا طهر! يا ناصر! جرى ايه؟ ايه يا ناصر؟ تحب اقولك انا في ايه؟ في انكوا قتلتوا كل حاجه حلوه في حياتي. الشباب لقطوا واحدة هون بالمسرح الجريمة. ايه كانت عم تهزي تخرف وتبكي وتقول انه شو؟ ايه كانت جاي تقتلهم هي بس سبقها الطيار. وين هالوحدة هذي؟ بعت على المخفر. عارفة لو خيروني هقتلهم تاني وارجع عيد الحكاية كلها من الأول لو 100 مرة. أنا في سؤال كنت عايزة أسأله لك، أنت عملتي فيهم كده عشان حمزة ولا عشان اللي عملوه فيكي؟ شفتك فيها نصحتك، ما سمعتنيش. تاني مرة وانت متشعلق فهمتك، قلت لك ان دي قرصة ودني واللي جايلك موتة، ما صدقتنيش. ليه؟ ليه زنقت نفسك الزنقه دي؟ ليه دخلت في الليله دي بصدرك قوي كده؟ كان المفروض تكون اعقل من كده يا اخي شويه. ايه؟ شكل النهايه ما كانش باين من الاول ولا ايه؟ كان باين. بس أنا فجأة لقيت نفسي جوه الموضوع. الحاجات دي مبيبقاش فيها اختيارات. لا كان في! كان في اختيارات! كان في إنك تاخد بعضك وتخلع! بلاش! صدها لو جاتلك! اوعى تقول لي بقى اللي منعك قلبك بقى والحاجات دي هي، عشان الحاجات دي انا ما بفهمهاش. الروح اهم من القلب. ازاي؟ يعني ايه الروح اهم من القلب؟ طب انت عمرك شفت واحد روحه لسه جواه قلب واقف؟ انا عايز اعرف هي المشكله فين. المشكله ان انا حبيت واحده ست متجوزه، ولا المشكله ان انا كتبت الروايه؟ الاثنين مش مظبوط. عارف ليه؟ لما مجدي شاف الفيديو عمل نفسه مطنش، كان كوتش الرأي حبيبك يا دوب يعني اداني قرصة ودن زي ما انت لسه قايل من شوية. بس لما عرف موضوع الرواية
بقاش كوتش خالص، بقيت بموتة. وانت بقى اللي شغل دماغك دلوقتي انك تحلل شخصية مادي. طب نديله دواء ايه يا دكتور؟ مرهم ولا تحاميل؟ يا عم انا لا بحلل ولا انا دكتور. على فكرة هي دي الرواية. لو كنت اتأخرت 5 دقايق بس كنت هتلاقيني واقف بحرقها بره. ومين قال لك بقى ان انا جاي اخد الرواية؟ انا جاي اخد حاجة تانية خالص، مع اني والله العظيم ما كنت عايز ازعل حبيبة. هطلب منك طلب تعمله لي أمانة. أما تطلع فوق هتقابل واحدة اسمها سارة، لما تشوفها كلها فرق غلط قوي. هو انت هتقتلني بجد؟ خلاص يا زيد. غبي لم الورق يا سيدو. يلا بسرعة يلا. والورق؟ ورق ايه يا ام الورق على ام اصحابه؟ يلا الورق فرج حجي. يلا عشان حمزة، بس اللي عملوه فيا هو اللي خلاني اقدر اعمل كده. ودلوقتي ضميرك مرتاح؟ لا. عارفة لا ليه؟ لان انت يوم ما قتلتيهم قتلتي نفسك. صحيح انا ما قلتلكيش، انا راجعه مصر بكره، كنت مستنيه ما اشوف موضوعك هيخلص على ايه واطمن عليك. خدي بالك من نفسك، ما تيجي معايا؟ لسه في حاجة ما عملتهاش. حاجة ايه؟ وهاي الرواية مأخوذة تقريبا عن قصة حقيقية كتبها حمزة قصير، كان كاتب موهوب اجتهد كتير لحتى هالرواية تنزل، بس للأسف توفى قبل ما يشوفها مطبوعة بين الناس. في كلمة مرة صديق قال لي إياها عن هالرواية، وهي إنه هاي الرواية اللي قتلت صاحبها، مؤلفة من 4 فصول
كل فصل بيحكي عن مرحلة بحياة مجموعة، وهي المجموعة إذا قرينا بتفاصيلها هني كم سؤال خطروا عبالي بقطع بسألك اياهم، جاوبي عليهم وبوعدك انك مش رح تشوفي وجهي بحياتك. عندك مش بعد أسئلة. كيف بطلة الرواية حصلت على مسدس ناصر الطيار؟ بعد كل شي حكيت لك إيه بطلتها للرواية والطوق ليالي السهر والكوكايين اللي حسستها إنه كانت تلاقيه صدفة بالحبس تضلها فايقة وتحكي لك كل الليل، وبعدك عم تسأل من وين جابت مسدسه لناصر الطيار؟ كيف الرواية صارت أربع فصول؟ من قالك إنه كان عمرها ثلاث فصول؟ ليش بطلتها للرواية ما قتلته لفؤاد لمعي وهو السبب بكل شيء صار؟ اقرأ الفصل الرابع وانت تعرف.